المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المميز كفاءات أردنية. وفي هذه الحلقة معنا السيد ساهر بيراوي من شركة ميلامو لأدوات التجميل. بداية عرفنا وعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن شخصك الكريم. أنا وسهلا فيكم، مساء الخير. مساء. ساهر بيراوي في مجال التجميل من سنة 1982 في بالكويت، والآن في وطننا الحبيب الأردن، وعندنا وكالات إيطالية لهذا السبب اسم شركة ميلانو. أتميز عن السوق بجودة البضاعة الإيطالية والفرنسية. آخر منتج توصل له أوروبا هذا المنتج هي مشاركة جون بول ميني، صديق البيئة، الصبغة خالية من الماء والأمونيا، مكونة من 5 أنواع زيوت. طبعا علبتها نفس علبة المواد التموينية، لهذا السبب هي صحية للشعر. اللون بثبت أكثر من اللازم، لمعة ما بتروح نهائيا، ومعالج الشعر. هي مكونة 5 أنواع زيوت: زيت الزيتون، زيت الرز، زيت الأوليفيرا، كولاجين، الأرغان. نفس الشيء طبعا بدون هي بدون أكسجين، هي إنزيمة زيت الزيتون، زيت الرز. كمان بوث المش تبعتهم كمان هي كريمي، مأخوذة برضو من زيت الزيتون زيت الرز، سائل كريمي. هذا المنتج اللي حيكون يكسح السوق لسبب واحد: أول شيء صحي قبل ما أنا أخذ اللون. إذا كان ما بدها هذه كمان لسه في صحة تاني، هو صبغة من غير أكسجين، عندكم 12 لون شامبو وماسك، هذا اللون ثابت حتى 16 غسلة. متى تأسست هذه الشركة؟ 2012 بعمان. شو مميزاتها غير انه مواد طبيعية وتاتشر ما في اشي للبشرة؟ للبشرة حاليا لا، بس هم حينزلوا كريم للبشرة زي البوتوكس، بدل ما تاخدي انت ابر حيكون كريمي. يعني هاي الشركة بس مهتمة بالوقت الحالي بس متخصصة بالشعر. بالشعر نعم. لقدام بالشعر يصير نعم. في كمان نعم. عندكم قسم تاني للبشرة. هي شركة جديدة في ايطاليا، شركة ايطالية فرنسية، حتى في اوروبا طريقة عملهم وتعاملهم لهم شروط بالتعامل مع العملاء. لازم يكون اول شيء الكوافير بروفيشنال يعرف يشتغل بهاي الصبغة، ياخذوا السي في تبعته كم سنه صار له، لانه هذه تعاملها يعني كيف الصبغات الزيتيه ايام زمان بالمدرسه نفس الشيء. ما هي ابرز المشاكل والمعوقات التي واجهتكم؟ هي المشكلة كل مواطن انه المواد التجميل اللي هي التقليديه اذا كانت من دبي، اذا كانت من الصين، اذا كانت اي جهه اخرى، هذه هي اللي عم بتسبب مشاكل معنا مع الزبون او مع العميل بالاردن. نيجي كبيتال مش نذكر اسماء شركات كبرى، بتيجي الزبون بتقول انا اخذت البراند كذا دينارين. مستحيل يكون دينارين البراند كذا، يعني مش جاب جو شحنه وهو سعره الاصلي فوق 30 دينار. فياريت يكون هناك في رقابه شديده على الكوبي، لانه هذه الماده مش سهله، هذه الماده بتحط على الشعر على البشره، يعني هذه اهم من الاكل طبعا طبعا. ايش بتنصح الناس تستخدم هاي المنتجات التقليديه اللي بتسخى عادي تحطها على بشرتها ولا تحطها على شعرها عادي؟ العلم بحر، والحمد لله رب العالمين الموبايل صار بايد كل مواطن، والنت موجود فيه كل شيء. قبل ما اشتري اشوف اتاكد من هذا المنتج، طب ليش هو ممكن انا صديقي اخذ منتج ناسبه بس انا مش ما يناسبني، ما يناسب بشرتي، مش ضروري ان اللي يناسبني يناسب غيري. يكون في هناك تدقيق على المنتج حتى العميل انه يقرا يشوف شو هذا المنتج. بس بينا هلا وحده ممكن تشوف كريم اساس على بشره وحده تحكي لها شو اسمه تروح تجيب زيه، طب ليش هيك؟ طب ما وجهها بجنن. اوكي اذا كان هو براند بشرتها حلوه. اوكي اذا كان هو براند ممكن يكون هذا البشره سنسيتيف حساسه للاويلي للجاف، وهي تكون عكسي.
يعني هي اخذت اذا كان هذا الكريم اساس البشره الجافه وهي بشره دهنيه فهي عملت دهنيات زياده صار عندها حبوب بوجهها. هلا قبل شوي من حديثني انا وياك هلا انت بتحكي لي انه في وحده بدها تيجي هو اوكي منتج طبيعي وهيك بس بدها المنتج مش مناسب لها، شو بتحب تحكي لهم انه اللي بيجي بدهم منتجات انه مثلا البشره الدهنيه وهي بشرتها مش دهنيه؟ انا دوري ان اسالها شو بشرتك قبل ما تقول لي اعطيني كذا، ولا شو بشرتك هي دهنيه ام جافه ام مختلطه سنسيتيف حساسه، هذا الشيء هي بشره برضه هي زيها زي بني ادم بتتنفس، اذا انا بعطيها شيء عكسي انا سكرت من زمان البشره. يعني بتحاول تقنعها بالمنتج المناسب لها؟ طبعا هي بالاخر هي حتشتري، بعطيها شيء الصح، مش انا مش بياع. هي بتكون جاي مقتنع انه بدها هذا، بقول لها تاخذي على مسؤوليتك خذي على مسؤوليتك، بس انا بقول لك اياها حتضرك، هي حره. يعني انت بتنصحها بتحكي لها هذا واجب، هذا شيء مش مناسب، مش انا التيم اللي عندي الموظفين. اوكي التيم الموظفين اللي عندك انه بشخص حالتها وبيحاول ينصحوها بالشيء المناسب لها، مش اللي هي جاي مقتنعه انه بدها هاي البراند بالبشره مثلا حساسه وهي بشرتها مش حساسه. نعم. فانتم دوركم انه تحاولوا تقنعوها وتعطوها شيء المناسب لبشرتها على اساس انه ما يصير اي مضاعفات لبشرتها. ويا ريت هناك هي المشكله الدارجه حاليا مش البشره، الكرياتين. هلا احنا صرعت الكرياتين. الكرياتين مليان السوق، شيء مضروب، شيء بتصنع هون، شيء بتدخل تهريب، شيء بنجاب من الصين تحت اسم وهمي. فيا ريت انه يكون في هناك رقابه على الكرياتين، لانه الكرياتين مش سهل، هذا تحنيط، ماده تحنيط، ماده سامه قاتله. وين بتشوف شركتك هاي بعد 5 سنين؟ هلا السنه بشهر 11 السنه الماضيه كنت عند الشركه جون بورمني، عندهم اكاديميه عالميه، فاخذت وكاله الاكاديميه للاردن وبصدد انه فتح مقر لها بالاردن حتكون تخدم الاردن وما حولها من الدول، اذا كانت فلسطين، العراق، سوريا، لبنان، السعوديه، تهيئه الكوافير بطريقه احدث وبطريقه افضل، لانه الكوافير هو فنان وليس فقط هي بس ان انا افتح صالون واجيب فلوس، لا هو فنان لازم يختار الماده الصح، يقنع زبونه انه هذه الصح، هو بالاخر ما اخذ فلوسه إذا كانت القطعة سيئة أم جيدة، هو ما أخذ فلوسه، بس هو يكون لازم يكون عنده تأسيس أكثر. لمين بتحب توجه رسالة شكر؟ جلال سيدنا جلال الملك عبد الله الثاني طول عمره وديم الأمن والأمان في هذا البلد، ويبعد عنا أولاد الحرام إن شاء الله، ونتمنى من الله عز وجل إنه يديم هذا الأمن عنا والشغل يكون أفضل من هيك، بهمة جلال سيدنا الملك عبد الله الثاني. الله يطول بعمره وعمرك. آمين إن شاء الله. وفي نهاية هذه الحلقة كنا معاكم من شركة ميلامو للتجميل مع السيد ساهر بيراوي، إلى اللقاء في حلقة جديدة، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، تسلمي.